السلام عليكم جميعا. البرزنتيشن دي continuation للمحاضرة بتاعت دكتور محمود، وآي هوب ان انا هامفسايز على certain points وهكمل على اللي هو بناه. تاني حاجة احنا هنتكلم على a very important thing, how to choose or how to think about the STEM من البورتفوليو اللي انتوا عارفينه. هنشرح البورتفوليو كله اللي موجود وايه تختار الستم ازاي. مش بس كده، we will go through different STEM how they act on long term. يعني انت لما بتفولو اب العيان ده هو المفروض تشوف ايه في الستم في الديفرنت ديزاينز ده. هي سو وي جو ثرو ذا ستم سيمنتد ستمز اند ذن سيمنتلس ستمز. اللي سيمنتد ستمز زي ما دكتور محمود قال في تو فيلوسوفيز، والفيلوسوفيز دي مش احنا اللي مخترعينها، دي جايه من الانجينيرنج من الهندسه. قالوا لو في تو رودز او جوه تو تيوب رود انسرتد جوه تو تيوبز، يعني ستم انسرتد جوه اتنين تيوبز، واحده منها معموله من السيمنت واحده منها معموله من بون بتو ديفرنت ماتيريالز، هي اكت بتو ديفرنت مانرز. وسموا الديفرنت مانرز دي يا اما كومبوزيت بيم يا اما لو تيبر مانرز. طب تعالوا نفهم حاجه حاجه. لو انا عندي السيمنت واحنا عرفنا انها سترونج ان كومبريشن زي ما دكتور محمود قال لنا، والستيل ات سترونج ان تنشن اند شير، يعني الكمبريشن فورسز على السيمنت بتفيفرز ان هو يقوى، لكن الشير والتنشن بيفيفرز ان هو يحصل لهم كراكس ويفيل. في حين ان الستيل بيبقى احسن في التنشن لما تشده مش شيرين الاستيك معاك، وفي الشير. الكومبوزيت اكشن هو فكره بني المباني، احنا بنكومباين الكونكريت او السيمنت عشان تانتاجونايز الكمبريشن فورسز، وفي نفس الوقت بيحطوا معاه حديد مثال حديد علشان يانتاجونايز التنشن او الشير فورسز، وبيطلعوا بكومبوزيت اكشن اللي هو مبنى كومبايند بي لي فورسز انتاجونايزنج الكومبريشن مع التنشن او الشير فورسز. This is the same thinking او philosophy في اللي احنا بنستخدمه. This is the cement compression, this is the stainless steel stem, and then you have your construct which is the composite beam. طيب ايه الفكره؟ ان الكومبوزيت بيم الستم از ريجيدلي باوند تو ذا سيمنت، بيمسكوا في بعض بقوه، فبيحصل حاجه اسمها برايمرلي انيشال ستابيليتي. الانيشال ستابيليتي ده هي المفروض ما يحصلش فيها اي مايكرو موشن، لان لو حصل مايكرو موشن هيبدا السيمنت يكراك زي ما احنا بنعمل في الريفيجن سيرجز وهاو تو ريموف سيمنت، بنبدا يكراك لغايه لما يفيل وبعد كده نجت اوت. فاذا اي مايكرو موشن هنا هتبقى هارمفل، فاحنا هنا لازم ستيك اب اند ستاي. ذس از ذا كومبوزيت بيم كونسبت. بس هنا في بروبلم، ان لقوا ان ديورينج بعد ما بنحط السيمنت وديورينج اول يير الستام بيبدا عشان ياخد البوزيشن المظبوط بتاعه بيحصل شويه مايكرو موشن اند ذن ات اكوموديت للفاينل بوزيشن. ففكروا هنا اوت اوف ذا بوكس هاو تو يوز ذس as a philosophy، لان انت تستخدم الانيشال انستابيليتي لان انت توصل لسكندري ستابيليتي. ومن هنا جت فكره اللو تيبر دي كونسبت. اللو تيبر كونسبت هو ان انت بتفكر في ان الستم بيفيفر الكومبريشن، فازاي نعمل استم هايباس بكومبريشن فورسز. الكومبريشن فورسز دي هتتحول لكومبريشن فورسز في الاسمنت وهتفيفرز ان هو ات بيكمز مور اند مور سترونجر، فهتأتشيف a secondary stability. طب ايه الفكرة؟ الفكرة جاية من البارلز او اللي هم البارلز اللي هم بيحطوا فيها الواين والحاجات دهيا، بيبقى عبارة عن وودن كويس بلوكس وسراوندد باي ستانلي ستيل وايرز. كل ما تملاه كل ما الودن بلوكس دي تضغط على ستانلي ستيل مايل ستانلي ستيل وايرز بتحول الكمبريشن فورسز لهوب ستريسز او راديال فورسز وبيبيكم الكونستراكت مور اند مور ستيبل. This is what happens actually لما الستام بيبدا يسبسايد يحول الاكسل كومبريشن فورسز انتو راديال كومبريشن فورسز في الاسمنت، اند السمنت بيكريب وبيكم مور اند مور سترونج. طيب يبقى لو تيبر ذيس كونسبت اتس شود بي تيبرد عشان يسبسايد ويدج شيبد، ات شود بي سموث لان لو هو رف مش هيسبسايد، لازم يكون في حاجه في التيب يسبسايد جواها، يبقى في فويد ات ذا تيب ده هو بيجي بالسنترلايزر، ومفروض ان هو ياتشيف ا سكندري ستابيليتي بعد 1 يير. طب وات وي شود اكسبكت؟ وي شود اكسبكت ا سبسيدنس اوف 1 ملم عند الستم. البتاع خلص عايز بطاريه
اوكي وي شوت سب وي شوت سب سايد 1 ملم لو بصينا على الشولدر بتاع الستم ذس از في الفيرست ابون implantation and this is after 1 year وهنبص تحت هنلاقي ان هو subside within the void اللي at the tip by about 1 millimeter. This is the what we name controlled subsidence of the stem which is about 1 millimeter per year. طب لو بصينا على ال two concepts, the two concepts هو عبارة عن واحد بي achieve a primary stability stick and stay and the other is tapered and slip بي achieve a secondary stability بعد 1 year. طيب ايه الفايدة بتاعتهم؟ الفايده بتاعتهم ان ده هو بيعمل ستريس كونسنتريشن اكشولي اللود بيتاخد كله من الستم والبون والسيمنت اند ذن بتسلم الستريسز ات ذا تيب فهنا في لود شيرنج في البروكسيمالي لكن اكشولي في الستريس ديستريبيوشن لان بيبدا يحول الكومبريشن فورسز انتو اكسيال راديال فورسز من فوق لتحت ابون السبسايدنس بتاعه. طيب لو بصينا للاثنين كونسبتس هنلاقي الكومبوزيت بيم it should be rough واناتوميكال عشان تستيك للسيمنت او الستم ينجرو انسايد ات لكن هنا it should be polished and straight and tapered عشان يالاو السبسيدنس او كنترول سبسيدنس within 1 year. هنا كولر از فيفر لان الكولر ده هي بتعمل ستريسز وبتسوي بتقلل الستريس شيلدنج في البروكسيمال اريا لكن لو انا عملت له هنا كولر هيمنع السبسيدنس فهنا كولر از هارمفل في حين ان اي void هنا هو it will be harmful لانها it will allow subsidence فيحصل cracks لكن هنا a void is a must يبقى لازم عشان احط ده لازم احط معاه centralizer لان centralizer ده هو اللي بيسبسايد جواه الستم. اذا لو وصلنا في الاخر خالص both concepts work effective بس خلوا بالكوا ان مفيش اي ماتشنج ما بينهم يعني يا اما تستخدم الكونسبت ده لغايه اخره يا اما تستخدم الكونسبت ده لغايه اخره. لو كملنا على السيمنتلس ستيمز هنتكلم على زي ما محمود قال لنا ان في لازم في بيولوجيكال فيكسيشن فلازم يكون عندنا ايميديت ميكانيكال ستابيليتي وانتيميت بون كونتاكت زي بالظبط كاننا بنفكر في برايمري بون هيلينج وده عشان كده لازم الستام يكون ديزاين يفيت بروبرلي لشكل العض والفيمر هن بريبير ات عشان تفيت properly لشكل الستم. This is the three types of الفيمر بتاعتنا A and B and C. طيب لو فكرنا في الآتي في the three types of fixation في type A, B and C is zones of fixation. هنا I have a very good zone of fixation. فأحسن حاجة I fix my stem in the metaphysis. لكن هنا I already lost some of the metaphysis. فأحسن area for fixation اللي بنسميها metaphysial diaphyseal. لكن هنا actually I lost all the metaphysis and I don't have except a good cortical support. فإذا هنا I have to fix diaphysis. يبقى إذا the three loads of areas of fixation في type A is metaphysis. في type B I should use a metaphyseal diaphyseal fix the stem للحتة دهيا and C it's in the diaphysis. Think as if you're thinking of a primary stability في fracture healing. لما جينا نقسم الكلاسيفيكيشن لقينا ان كان كانوجا قسم الكلاسيفيكيشن في 2011 وده الكلاسيفيكيشن اللي احنا بنستخدمه لغايه دلوقتي accordingly الاريا اوف فيكسيشن اند ستام جيومتري جمع كل الستامز اللي عندنا في الماركت وفكر فيهم كل واحد according to geometry ده هو المانيفاكتشر اللي عمله عشان يفكس فين وطلع بي 4 تايبس بلس 2 تايبس هقولها لكم بعد كده لكن هو مينلي 4 تايبس 1 اند 2 ميتافيزيال 3 type 3 A و B C بيفيكس fixed metaphyseal and diaphyseal and type 4 بيفيكس fixed diaphyseal. طيب تعالوا نفكر في type 1 and 2 اللي هي metaphyseal fixation و this is originally معمولة لدور type A femur. الجيومتري بتاع type 1 it's a single wedge عريض جدا من فوق wedge shaped and رفيع من تحت عشان يخش جوه النارو كورتكس ويفت للمظلة وهو بيعتمد في ان هو في الاي بي بلين بيكون برود لكن في اللاترال بلين بيكون نارو وبيعتمد على الثري بوينت فيكسيشن بينج ستريت لكن تايب 2 عملوا العكس عملوه برود في الاي بي وفي اللاترال فيو خلوه بيسموه ميتافيزيال فيلينج يفل الميتافيزس في الاي بي وفي اللاترال فيو وذس هاف ا فيري بيج بروبلم لان اكشولي ان انت عشان تفل الميتافيسس بكل الحته دهيا اكشولي يو تيكينج اوت ا جود بون ستوك اند يور لايبل تو ان انت تعمل فراكتشر ديورينج الراسبنج بتاعك.
Type 2 it's safe in type A but worked well in type C كمان لان هو برود تحت. طيب لما نيجي لتايب 3 ودي الكاتيجوري اللي احنا كلنا بنستخدمها بديفرنت نيمز او ديفرنت كومبانيز هنلاقي ان هم كلهم بيمسكوا في الميتافيزيال دايفيزيال جانكشن واوريجينالي هم كانوا معمولين لتايب بي لكن اكشولي دي وركت ويل كمان في تايب سي. طيب ايه الفرق ما بينهم وما بين تايب 1؟ ان هم كلهم ستريت وعندهم كونسيستنت تيبر بيبداوا ستريت وبينزلوا بكونسيستنت تيبر مفيش برود اباف ونارو بيلو بينزلوا كونسيستنت تيبر من فوق لتحت في الاي بي وفي اللاترال فيوز. وقسمناهم انتو 3 كاتيجوريز كاتيجوري اي ودي اقلهم في الشغل لكنهم بيكونوا كونيكال ان شيب سيلندريكال بيفت بينزلوا ستريت من فوق لتحت وبيفت في 3 بوينت فيكسيشن في الاي بي وفي اللاترال فيو. هاويفر الكاتيجوري ده هي فير اوت اوف فيفر في اغلب الماركتس دلوقتي. طيب كاتيجوري 3 بي دول اللي بنسميهم الفاجنر ديزاين ذي ار كونيكال ليهم ستريت تيبرنج لكنهم اكتر بيمسكوا في البروكسيمال دايافيسز ما بيمسكوش قوي في الميتافيسز وهم ميزتهم ان هم كونيكال فيهم لونجيتيودنال ريزد سبلينز والسبلينز ده هي بتاكت كانها 3 بوينتس اوف فيكسيشن بتخش تسبلين او تقطع زي النايف في المظله عشان تكنترول الروتيشنال ستابيليتي لان هو كونيكال ان شيب وبينج ان هو كونيكال ان شيب فايت كان فيت في اني انتي فيرجن فعشان كده اغلبنا بيستخدمه في الديفيكلت فيمورال كيسز. تايب 3 سي ده اللي احنا اغلبنا اللي بنستخدمه which is rectangular في الديزاين بيمسك ميتافيزيال ودايفيزيال جانكشن وبيمسك بروكسيمال دايفيزيال عشان كده كمان it works well in type C rectangular cross section وfully coated. لما نبص على هو بيفكس ازاي في الاي بي الريكتانجلر بيعمل 4 بوينت روتيشنال ستابيليتي والفلات سيرفيس بيفت في اللاترال بوزيشن في 3 بوينت فيكسيشن يبقى اذا الريكتانجلر بيفت في ال 4 بوينتس عشان يفل الميتافيزز وبينج ستريت بيعمل 3 بوينت فيكسيشن في اللاترال فيو. طيب نيجي الكاتيجوري نمبر 4 اللي هو البروكسيمال دايفيزيال او اللي بيمسك في الميتافيزز ده انا اي لوست الميتافيزيال فيكسيشن والميتافيزيال دايفيزيال فيكسيشن فهمسك فيه الدايفيزز تحت. These categories are يعني اقول ان هم very 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 tough prothesis بيبقوا عباره عن cylindrical column بيعملوا diaphyseal fit بيبقوا عراض جدا لدرجه ان هم يفت الدايافيسز فدول بيعرضوا الفيمر انها يحصل لها كراك او فراكتشر وبنسميهم حتى بنسميهم ان هم بيخشوا ويمسكوا في الدايافيسز بحاجه اسمها diaphyseal scratch ان هم بيعشقوا جوه الدايافيسز فهم they are very very stiff prothesis وعشان كده عملوا problems في type C عشان كده larger stem diameters بيعملوا cracks عشان كده حتى they fail out of favor برضو في الماركتس اغلبهم. وبدأنا نستخدم type 5 في diaphyseal fixation اللي هم modular types اللي هم بيفيكس distally وبيفيكس proximally as if you're connecting two different types of stems a distal one for diaphyseal fixation سواء بسكروز او بكوتينج وبروكسيمال سليفز بتمسك فيه بتفل الميتافيسز اللي هي اوريدي ضعيفه عندك. تايب 6 which is the anatomical type ودي رجعت في الماركت تاني دلوقتي هي فكرتها كلها انها اتس برود لاترالي وبرود بوستيريرلي علشان تملى الميتافيسز وليها anatomical contour علشان يفت البروكسيمال انتي فيرجن فليها رايت وليفت ستيمز. Other new types of designs عندنا اللي هم short stems. This is the standard stem اللي هو بيكون حوالي 14 سنتي. الشورت stem بيكون حوالي نصه وبيكون ميتافيزيال engagement بيمسك في الميتافيزيس فقط. في منه types كتيرة جدا موجودة في الماركت لكن هو ليهم classification according to انت بتجيوبرديز قد ايه من الكالكر او النك. ففي column بتقطع النك كلها في بارشل كولم وفي تروكانتيريك هارمينج وفي تروكانتيريك سبارينج بس كلهم بيفت في الميتافيسز. يبقى ان سمري سيمنتد ستيمز دي ار ايذر كومبوزيت بيم او لودد تيبر ذس از اتشيفز ان انيشال ستابيليتي رف كولر واناتوميكال واتس نوت فور جيفنج لكن ده بولشد وانكومباتبل مع كولر وستريت وتيبر ومور فور جيفنج انيشيالي حتى لو انت حطيته ممكن بعد كده بيأتشيف سيكندري ستابيليتي. السيمنتلس ديزاينز يا اما يمسكوا ميتافيزيال ميتافيزيال دايافيزيال اور دايافيزيال ذيس ار ذا فور تايبس واحنا اغلبنا بنستخدم تايب 3
And finally, you have another two types, اللي هو المودولر and the anatomical. Thank you.